انا كانت بدايتي مع التمثيل بدات في فريق المدرسه من وانا في ابتدائي. كان الاستعراض الشهير اللي بيحصل في اي مدرسه بتاع حضره العمده، وبما اني عيل صغير كانوا يجيبوا لنا العمده ويجيب واحد في اعدادي يعمل الغفير كشكل من انواع الكوميديا. بعد ثالثه اعدادي نقلت من مدرسه قطاع خاص للمدرسه القطاع الحكومي كثانويه عامه يعني، وما كانش في فريق مسرح في المدرسه، فقعدت ادور ان انا عايز امثل، وبعت صوري لكذا ريجيسير، ونزلت رحت صوت القاهره في قطاع الاطفال، وبالفعل اشتغلت وانا في ثالثه ثانوي في قطاع الاطفال. وهناك قابلت دكتور خير مرسي الله يرحمه، وهو اللي اقترح عليا ان انا اقدم في اداب مسرح حلوان. يعني الوالد كان ملوش دعوه بالموضوع او ما كانش مقتنع بيه شويه، واللي كان واقف معايا والدتي، حتى هو كان معترض على دخولي اداب مسرح، بس يعني برضو والدتي هي اللي اقنعته. اول حاجه اشتغلت فيها كان مسلسل اسمه المغامرون صوت القاهره قطاع الاطفال، اول حاجه بروفيشنال يعني او بمعنى الاحتراف بقى بعد ما اتخرجت واشتغلت، كان مسلسل هيما. هو بصراحه واحد محمود عبد العزيز، انا بحب الراجل ده جدا، والراجل ده بالنسبه لي حاجه عظيمه جدا، الواحد يتمنى انه يوصل لنص اللي هو وصل. استاذ محمود جه اتفرج علينا في قهوه ساده، كنت انا بعمل فيها شخصيه رأفت الهجان في مشهد، فهو جه اتفرج واتفرج عليا وانا بقلده وضحك وعجبه الموضوع جدا، فبعد العرض جه قاعد يهزر معايا انت بتقلدني، فبقول له انا بقلد حضرتك حب يعني، وقعدنا نضحك ونهزر مع بعض. بعديها بسنه لقيتهم بيبعتوا لي في شركه فنون مصر، فروحت لقيت استاذ محمود قاعد مستنيني، وليه بقول لك يا رزق انت هتعرف تقلدني؟ فقلت له والله يا استاذ، قال لي انا عارف انك هتعرف، خش امضي بلا نيله، خش وقعد يهزر معايا. بعديها بسنه كلموني على جبل الحلال، وعملت دور ابن اخوه وجوز بنته. انا بعتبر ان العملين دول من اهم الحاجات اللي عملتهم في حياتي. اول حاجه اشتغلتها مع عطار لطفي كان مسلسل اسمه المغامرون، اللي هو اول بدايتي خالص. كان المفروض احنا انا واحمد خيري وبنت اسمها سلمى، احنا الثلاثه المغامرون اخوات، والام استاذ هاله فاخر، واستاذ طارق لطفي كان عامل دور الضابط اللي بينقذنا من المشاكل اللي بنقع فيها كل حلقه. هو نموذج للممثل المجتهد اللي ما بيأس، بدليل ان هو فضل مكمل في اللي هو عاوزه لغايه ما وصل للي هو ليه دلوقتي. اشتغلت مع استاذ عادل امام طبعا في مسلسل صاحب السعاده، طبعا ده حاجه كانت حاجه تشرفني يعني، كان واللي كان مبسطني قوي ساعتها ان انا كنت في جبل الحلال وفي صاحب السعاده في نفس الوقت، ان انا كنت شغال مع استاذ محمود واستاذ عادل في نفس السنه، وده ما بيتكررش كتير. حتى لما كان اي حد يكلمني يقول لي انت مبسوط السنه دي، اقول له اعتقد ان انا ما فيش اكتر ان انا ابقى شغال مع استاذ عادل امام وسمحوا لي في نفس السنه، مش عاوز حاجه تاني خلاص. يعني لما يبقى حد في قيمه استاذ احمد السقا يجي يقول لي انا بحبك وبحب اتفرج على شغلك وانت هتبقى نجم. انا يوميا ما كنتش يعني، كنت مروح كنا بنسهر في اسكندريه وارجع القاهره بالليل، يعني ما كنت هموت وانام بعد الجملتين اللي هو قالهم لي دول، قاعد طول الطريق فرحان. نفسي اقدم دور ليه مساحه كبيره تتشاف، يكون مليان بالتمثيل بحيث الناس تقدر تحكم على محمد علي كممثل قوي ولا لا، من خلال عمل بطولة جماعية.